دشنت الهيئة السعودية للسياحة أمس الخميس موسم شتاء السعودية تحت شعار الشتاء حولك في الفترة من 10 ديسمبر 2020 حتى نهاية مارس 2021. هذا الشيء طبعا يشمل أكثر من 17 وجهة سياحية حول المملكة، راح يوفر الموسم ما يزيد عن 300 تجربة وباقة سياحية، هذا بالإضافة للعديد من العروض اللي بيقدمها أكثر من 200 منشأة في القطاع الخاص ليستمتع من خلالها العوائل والأفراد والمجموعات أيضا من المواطنين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي. بعد نجاح موسم صيف السعودية تنفس، الهيئة السعودية للسياحة تطلق موسم شتاء السعودية في أكثر من 17 وجهة سياحية حول المملكة. ينطلق الموسم ويوفر 300 تجربة وباقة سياحية وعروض تقدمها أكثر من 200 منشأة في القطاع الخاص. ولأن مناطق السعودية تتميز بتنوع جغرافي ومناخي خلال فصل الشتاء، فستكون وجهتها متنفساً للمواطنين والمقيمين ومواطني مجلس التعاون الخليجي. شتاء السعودية سيكون ملاذاً لعشاق الطبيعة والاستمتاع بموسم حافل بالتجارب والذكريات التي لن تنسى، ليكون الشتاء حولك شعاراً تصل من خلاله أصداء هذا الموسم لعشاق الرحلات والاستجمام والاستمتاع بأجواء مناطق السعودية المعتدلة منها والباردة. من الرياض، خلف الخلف، MBC.